السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال كيفية تجميع فضلات الأرانب بدون عناء. يعني هذه طريقة من الطرق كنت وريتها لكم، زدت عليها بعض التحسينات، ولكن إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الطريقة أخرى، يعني في فيديو آخر إن شاء الله. هذه الطريقة كنت درت الميكا، أنتم كما كتشوفوا هذا هو الكاج، أنتم كتبقى الفضلات كتجمع كتطيح في الميكا، يعني وكتبقى كتتهود لها الطاس هذا، يعني ولكن شحال هذه ما كنتش داير هذه الجعبه. هذه جعبه عاديه، جعبه يعني ديال البلاستيك. علاش درتها؟ لان كاين واحد المشكل كيوقع، اسمه هو ان هاد الميكا هذه لانها معرضه للبرد، الا كان شي برد كتبقى تهز بهذه الطريقه، كتبقى بحال اللي كتدوح كتلاوح هكا وهكا، اسمه كيوقع انها كتبقى تطيح في الجناب عليها. هاد اللقطه اللي درت هي بمثابه ثقاله، يعني باش الميكا ما تبقاش تدوح، يعني بحال اللي كتبقى تلعب وكتبقى تطيح. يعني حتى كتلقاو مثلا شي فضلات مرميين على الارض بهذه الطريقه، راه كتشوفوا واحد شويه ديال الفضلات مرميين في الارض بهذه الطريقه. واخا يجي البرد انتم كتشوفوا او ما كيدي منها والو، اسمو غير هاد الميكا كتقطعوا منها واحد الطرف وكديروا واحد السلك، ها هو السلك هكا داير وكيشد هاد الجعبه. ها انتم كما كتشوفوا هي طاحت على الدهب، اي واحد الفضلات طاحت. هذه الطريقه هي بسكار يعني سهله، ولكن راها فعاله. يعني جربت انا الميكا غير بوحدها، الميكا كتبقى يديها البرد هكا وهكا وكتبقى طيح في الجناب هنايا. كاين اللي كيتضايق لان بخطرات الفزق ديالهم حتى هو كيطيح، يعني الا فزقوا بالهيه بهذه الطريقه، الا فزقوا كيبقى داكشي كيطيح، لان كيطيح في الجناب. واخا تكونوا دايرين واحد الطاسه كبيره كتبقى طيح. ولاحظوا انني هاد الطاسه هادي باش تشد مع هادي وما تبقاش حتى هي تزيكزاكي الا كانت خاويه. انتم سمعوني دايرها، يعني مقطعه بواحد الطريقه مائله كما كتشوفوا معايا. شوفوا هاد الطريقه كيفاش مقطوعه، وهاد الطريقه مائله هكا هكا. علاش؟ باش منين يدخل هاد الاخر الجعبه كتدخل هكا وكتشد فيها، يعني ما كتبقاش تمشي وتجي هكا. حتى هذا الا كان خاوي حتى هو كيدي البرد، كيدي الريح، كتولي عندكم ديما المشاكل. خصكم تنوضوا، اما يكون عامر بالماء باش يتقل، او ديروا فيه شي حجره باش يتقل. هاد الطريقه هانتوما هكا، انتوما كتقطعوه مائل على شكل قوس، صافي كيولي ثابت. اذا هذه الطريقه حاولوا انكم ديروها، لان راه فعاله في الحقيقه. وان شاء الله في فيديو سابق غادي ندير لكم واحد طريقه اخرى هي غير بالميكا، ويعني وتا هي يعني هي ماشي بحال الطريقه هذه، ولكن طريقه يعني انا كنظن انا احسن، لان هذه عاوتاني طريقه اخرى وابتكار اخر ان شاء الله. اذا الفضلات حاولوا انكم ديما تنقيو اكثريه في فصل الصيف على حسب الريحه ديال الامونيا. ديما الى كنتو في المشتى كديروا مثلا يعني في الجو البارد، ملي تكونوا كديروا ديك جوج المرات